إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وحين كنا حجرنا وحدد تضباط عشر ديدي التدريب الثالث ليلس كستحاد وحوى يقرأ الفقرة فقرة وهذا الكريس كحرا انت أغري ثم أجب عن الأسئلتي تبني سؤالها كالشواب marka tu duca akhriido su'aalaha ka jawaab ku saabsan laga weydiin doono ukhti maryamu walaashay maryamu taalibatun wa ardayad fi jaamacati dimashq waxay wax ka dhigataa jaamacatu dimashq fi suuriya waxay ku taala dalka suuriya maryam tadrusu fi kulliyati tib waxay wax ka barataa kulliyada caafimaadka wasatakun waxay noqon doontaa dabiibatan dhaqtarad bay noqon doontaa insha Allah hadii Allah ila تسكن مريم مريم واحد دقنتها مع الأسرة قويسك أيلة دقنتها قويسك هذا في شقة مال شقة ودور قل قويسك حرن أيلة دقنتها الشقة شقة أي دقنتها بعيدة واحد كفوكتها عن الجامعة جامعة دوي كفوكتها وتذهب ويتكتها إلى الجامعة جامعة دوي كتكتها بالحافلة بس بي كتكتها مريم تدرس في الصباح مريم واحد أي تكتها وحبرشد أرورتي يوال مسائي قربتي اللبضة بوي تكتها وتذهب إلى المكتبة مكتبة وحلوة آخر سنة ويتكتا والمختبر ماشى شيء بارك يدنا ويتكتا أين تدرس مريم هل كي مريم وحكبرتها هو سؤال تدرس في جامعة دمشق أي وحكبرتها في أي كلية تدرس كلية أي وحكبرتها هو محي تدرس في كلية الطب غيبتها وحكبرتها عافماتك أين تسكن مريم مريم هل كي دقنت أي تسكن في شقة مال الشقة أو دور قل أو اسكوا حرا أي دقنت هاي هل الشقة بعيدة عن الجامعة مية شقة أي دقنت هاي كيف وقتها الجامعة ده نعم الشقة بعيدة عن الجامعة جامعة ده وكيف وقتها هاي كيف تذهب إلى الجامعة سيدي كتك تا الجامعة ده تذهب بالحافلة بس بأرعى ده كتك تا هل تدرس مريم في الصباح موحد دقتا أرورت مية دقتا نعم تدرس في الصباح والمساء يعني لبدو ويدغنيسي هل تذهب مريم الى المختبر مريم الى المختبر ميي تغتا هلكا لابوراتوريغا اما شيبارك ميي تغتا نعم تذهب مريم الى المختبر ويتغتا التدريب الرابع ليلسكا افراد وحو يقرا الفقره وحد اقرده هدان انتن هذلك تدعاء مارتي اسكو خدن ثم ضع علامه صح علامه صح دق سؤاشه صحه هورتيده أو غلط أما علامة غلط كسر صديقي صاحبك أحمد طالب وأرضي كتيرة أو حكبرت في جامعة أم القرى أي حكبرتها جامعة أم القرى جامعة أم القرى في مكة تيكوتها الله أحمد يدرس في كلية التربية وهو حكبرتها كلية وحبرشاد يبربارنتها أما هذه الشيء لقصه صاروا مدرسين تي معلمين وسيكون مدرسا وحن نقوم دونا معلم إن شاء الله هدي الله إله سيسكن أحمد في بيت قريب دقيه هاي البيت قريب قريب من الجامعة جامعة دوية هاي ويذهب إلى الجامعة بالسيارة تكسير أما باوري وتقاسير يرير متكم إذا بوقو تقا أحمد يسلي الفجر صلاة الصباح وحكوته كذا يوال عشاء صلاة عشائي في المسجد الحرام مساعد شرف طبضاً كعبد وكوته كذا أحمد مدرس في جامعة أم القرى وهو مدرس كيها هي معلن جامعة أم القراب ومعلن كيهاي هل كاوحا لقوقوريا قلد أرض أبوكا إيهاي أحمد سيكون مدرسا وحن نقوم دونا مدرس هل كان سحبا لقوقوريا يسكن أحمد في شقة مال الشقة أور قلب ودقيهاي هل كان قلد بالقوقوريا في بيت بودقنا بيت أحمد قريب من الجامعة قريق أحمد جامعة ودويهاي هل كان سحبا لقوقوريا يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة بابور يكتغا هل كان سحبا لقوقوريا أحمد يصلي الفجر في المسجد الحرام صلاة الصبح وحكوته كذا
مساجدك حرام كيس رفض لا استحبال وقرية أحمد يصلي العشاء في المسجد النبوي عشاء يرى مساجدك النبي وكنت كذا أنت كنت كذا صلاة الصباح مساجدك مكة أيوك عشاء يرى كنت كذا أيوك المسجد النبوي مركا كان قلت ما لقو قرية كانت ما قلت ثانيا الكتابة يمكن وقرالك ألف وقيبت الكوبات الحركات والسكون هل كان وحلق قبرة حركاتك حركات وحلق هذا قدالك إيه كرنوغ إيه هوسنوغ إيه السكون كون ريبنين كيا هل كان دلت نوع درقتها وحا هل كان أهر يسوك قرن فتحاتي باكو قرن حريقة دوشيسة حريقة لما دوشيسة قدالك كو قرن حريقة ستحاتو سيسة هوسنوغ كو قرن حريقة أفراد دوشيسة وحا كو قرن سكونك دلتنا فتحة تون بكلوا قرنو ضمة تنوا قدال كسر تنوا هوسنو إيه السكون ريبنين من أوكالي ميم كو كردبان يهي لك أوكالي لابد وي كردبان يهين أنت أدقى تادا كردبان يهي همزة دبا أين همزة يوي كردبان يهين ينون كبا هل هذا كردبان مع لابد وي كردبان يهين شجرة شجرة صدح كردوبا يسكحك كيف كاف يفاد وي كردبان يهين مسجد ميم كا كردبان ضمضة أفرسو السلام ميم كا قدن حالك لام كا قدن الحمد ندال كا قدن هو أنا هذا جدًا أدرس راديو سينكو جدًا عثمان نعين كا جدًا مهندس ميم كا جدًا غرفة غين كا جدًا عمر عين كا جدًا من أنت من 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 ويا ميم كسره بين مرينا ميم كو هوس تبي هاي أنت تالا هوس طبعًا لله لام كي هذا هو هوس تبيهن بخير بعض يراد هو هوس تبيهن هي هذا هوس طبعًا هذه هذا خرى يتدمو هوس تبيهن طالب waa hoos doban laamka ee xaaluki kaafka hoos doban masjid jiimka hoos doban ayna marka xarakaad kool bilow ay galayaan kool dhaxday galayaan waxa kool xagga dambe ay galayaan ayna sukun bala dunyada reeban min nuunka reeban man nuunka reeban anta nuunka reeban anti nuunka reeban hal laamka reeban ahlan hada reeban tawintu reeban tahay wa sahlan waxa reeban maaragtay هذا هو هذا هو هذا هو عن هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو التدريب انسخ واحد هذا هو قر كيف قر مسجد نقر هو قر من قر أنت قر أنت قر هل قر هو هذا هو هذا التدريب الثالث أو إمك محل كيف يعني حركات كيف هذا إمك هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا حروف تي مكان حركات كبار لقبرية التدريب الثالث وحوية ليلس كسدحات اضبط كو كوب أو كو حركة الكلمات كلماتك التالية الصوص عطا وحد كو كوب تا بالشكل اللي حركه شكل هو حركاتك قلم حركة قلم حركة كتاب حركة جامعة حركة واحد حركة كو قر اثنان حركة كقر ستة حركة كقر سبعة حركة كقر تسعة حركة ومدول بحركة يسوء قر التدريب الرابع اضبط العبارات التالية بالشكل إما كانوا هذا الله كلمة أي عبارة كليهين عبارة هذا الله مثلا أو جملة أو جملة ينو كلا مركا السلام عليكم وعبارة يسكحرن انت حركة كقر الحمد لله حركة كقر مع السلامنا حركة كقر من فضلك حركة كقر شكرا لك إيادنا حركة كقر جزاك الله خيرا وحي سيقول جران جملة يشبه جملة يسيقول جران مركا وحي نقول يعني عبارة نقول قولك هو واحد كقر تامركا نحوها حركة إيادنا التدريب الخامس صحح أخطاء الضبط بالشكل صحح وحا صح هذا أخطاء الضبط ضبط هو حركاتك قلالاتك حركاتك كجرة بالشكل حركين أدوه كصح إما قال كام حاكو قرن وها قرن كيف حالك يا هدى هدى حالة هذا كورن خلاص إما كسارن وما حي كافك وها سارن فتح خلاص كيف حالك إلا وها الله اللي قبله يا هدى بأهان له أنت طالب أدوه وها تهاي أرض أدوه قبله يا أرض بات هاي إما قال كام قرن سيدا سنسح ماها وها لون يا أنت تاباسا حركة نصعنا أنت طالب ويه مركا كسر هو غلط هذا هيدا أحقنا هيدا أخي هيدا أخي هذا أبوها هذا كسرها صارني
وقال حركات ما إما كهالينا هكذا ما هاكو قرن وها قرن هذه غرفة النوم تنوى قول كي هرددة غين كاسي فالحظة صارني وخطأ غرفة بقى هيد هل تحب التمر ما تعاشها هاي تمرتها هوصلوك هادو وقضى وسؤاشها هل تحب بقى هيد نعم أحب الموز أحب الموز موز موز كان تعالى هاي هل كان نوم كصارن كسرها صارن نعم بقى هيدو وحركة قلدة مركا قوة صحة أضو فقر بكلين با التنوين إما كان التنوين تالو قبريا مركا ورا حركات كي بقى هاي التدريب الأول ككوبادو حوية انظر إياك واستمع لجيسه واقرأ أغري تنوين الرفع تاسوا تنوين تقدارك انتاس تنوين تحرى لها نون ساحق وحرى لها نون ساكنة تلحق آخر الاسم ونون ريبا أو لغود أواقه وآن لقرين نون ساكنة نون ريبا وي تلحق آخر الاسم أو حق الضمكر هذا oo lagu qoro lagu dhawaaqoon la akhriin way tanwiintu asalkeed labadan xaraka midii xarakada waxa u taagantahay waxa u taagantahay xarakadii caadiga ahayd midna waxa u taagantahay nuunta astaan u tahay meesha xarakadan nuunba u taagantahay oo waxa qoro oo kaliya qolada caruudiyinta la ilaahdo ee ka shaqeeya mawaasiinta gabayga un baan nuun ka qora kuwa kale dadka kale ma qoraan culimada kale iyo kale looma qoro dabeedna nuun asalkiisu weeyaan iyagu laakiin qolada toos bay u qoraan بيت امك غوري كبير مدوين مسجد المساجد قريب دو وها سو دمي ووض الضم توين بانا سارن وا توين غودانا طالب مصري شقه جميله فكره طيبه فكره طيبه جامعه كبيره ووض الضم توين سارن تاي توين نصب امك وا توين تي كدوغا بيتا كبيرا مسجدا قريبا طالبا مصريا طالبا مصريا شقة جميلة فكرة طيبة جامعة كبيرة وهو توين نصب الله صعوته توين الجر توين تي هوستوغ جر كي يكسرها يخفضه انت بوه هوستوغ وين يحقين بيت كبير مسجد قريب طالب مصري شقة جميلة فكرة طيبة جامعة كبيرة مركانه هوست بيهين. التدريب الرابع أتريب ثاني وحوي ليلس كلابات يقص عبسن تنوينته كيكو وضوكا اكتب قر الكلمة كلمة بتنوين واحد كقرتها يدو تنوين لي كما في المثال كتاب بحركة كقرن تبعنا أدو كتاب مركو هارك كتاب بقرر حركة مالي كتاب بحركة دمال وقوت سالي حركة كوان دمبو أردن بيت بقى مخلقة كقرن حركة مالي إسوا حركة سان حركة دمال كقر أردي بعها طالب بقرر إسوا بلا حركة isagu oo xarakaysan halkan dambe ku qor taalibatun waa iyadoo xarak lahayn bay qoran tahay oo tawiintii muuqan tawiinta xagga dambe iyadoo la raaci kitaabun ba xagga hore ku qoran inuu alif ku taageeyay kitaab oo bacad alif laakiin hadii jeer alif kaasi waxa alif la akhriya ma aha nuun bal akhriya kitaban wuxuu u taageeyay oo lagu kala saaraya tawiinta godaalka iyo tawiinta kordhowga ayaa lagu kala saaraya marka kitaaban sidaa loogu qoray dabeedna kuwa dambe lagu qor baytun baa halkaa imku qoran baytan hadaba baytan de isagoo xarakadii tawintii leh taalib baa imku qoran taaliban qor imka tawintii ma muuqato alifka maxaa loo gooyay tawintii baan muuqan dabeedna markaas la raaciyay alifkiina taaliba tan baa la qoraya dabeedna taaliba tan qor halkaa iyadoo xarakadii leh kitaab baa halkaa ku qoran kitaabin saddu bunay soo xarakaysan la raaci kitaab imba xagga la raaci waad su'aalihi baytin halkan soo kuma qorna baytin oo tuwiinta halka dambe ku qor taalib imba halka ku qoran oo hoos doban halka dambe baytin oo taalib waxaan jira taalibin oo maca tuwiintii la qor taalibatin halka ku qoran tuwiintii lama socoto xagga waxa ku qortaa taalibatin tuwiintii ka muuqato atadribu rusalis insakh inta naqor ahlan wa sahlan khayran kaseeran baytin jamilin shaqatun kabiratun muhammadul muhandisun intana qoraal ku sameeyo waa taa lagu sameeyay mid walba afar goorbaad qoraysa afar line oo mid walba waxa lagu siiyay ku hoos qorane afar taa line mid walba ka buuxiyo ku feegar alwahdatu thaminatu halka waxaan ka bilaabaynaa qaybta sideedaad alcamal waxay ka sheekayn doontaa shaqo la qabanayo
ayay ku saabsan tahay العرض واصو بندقي الحوار الأول وذا الشيكيسي كوبات انظر ايق واستمع دقيسو واعد كعلي عثمان باوحو يلي اعملوا طبيبا وانشقية انيقو او نختره ماذا تعمل اضغو انت اضغو محادك شقيسا انو نختره ما نكون شقية اضغو محادك شقيسا علي اعملوا مهندسا وانشقية انيقونا انو انجينير وحنكون شقية انجينير نمو عثمان باين اين تعمل هالكيادك شقيسا علي وحو اعملوا في شركة أنو شركة بعمر شقية أين تعمل أنت أذوها الكيت كشقيسة عثمان وحول أعمل وحن كشقية في المستشفى دكتور كان كشقية علي وحول كم ساعة تعمل في اليوم إمس ساعة ضبط مالين تي شقيسة عثمان وحول أعمل 8 ساعات في اليوم 6 ساعة ضبط شقية مالين تي عثمان وحول وكم ساعة تعمل أنت أذو إمس ساعة ضبط شقيسة علي بعد أعمل 7 ساعات أنو تدو ساعة ضبط شقية عثمان وحول هل تحب عملك شغل هذا المشاعر سينا تسيو وضوء موقوف رح سنتهي علي وحول النعم ها أحب عملي شغل إذا وانت علىهاي عثمان وحول أنا أحب عملي أنا شغل إذا وانت علىهاي أيضا سيدو كله سادو تعشى ما أنا أوت علىه الحوار الثاني وذا الشكيس قال بعض انظر إيه واستمع دقي سواعد كعلي الطالب الأول أردقي كوادو حولي ماذا ستعمل بعد الدراسة مركز وحبر شطر لما يسو محاد كشقين دون طوال أردقي صوري ثانيسا الطالب الثاني أردقي لباد بعلي أنا أدرس الطب وحن برتا إمكا عافماتك في كلية الطب وحن كبرتا كلية قيبتا حق عافمات كلية جامعة دي كمتاي قيبتا عافمات كان برتا سأعمل طبيبا وحن كشقين وحن شقين دونا أنا قلت نختار إن شاء الله إلا شقده يديبا واسيبنا إياه إن شاء الله هدي الله إلا الطالب الثالث أردك استحضر حدي أنا أدرس السيدلية وحن برتا أرغو سيدلية سيدلية وحوية وضدك برتا دوينك يسيد الله استعماله فرمسيسك أه أيالا إلا هذا السيدلية وحن برنا يا أنو فرمسية يدوينك يسيد الله شقية حسان برتا إمكا في كلية سيدلية تاسان كبرتا تكش لغو برتو دوويك إيو مارتي سيدا تدك الله سيئ إيو وحكا كوبان تهي إيو لباتي دي أيلا دهي إيو فايدة دي أيلا دهي إيو عدرت دي أي دويسي إيو وحا ساعمل ممرضا وحا نكو شقين دون آنوغو وحا نقود دونا كالكالية عافمات نير اسمان نقود دونا إن شاء الله هدي الله إلا الطالب الخامس أردقي شناد بايلي أنا أدرس الهندسة آنوغو وحا نبرتا هندسة وحا نبرتا إنجينير نمضة ayaan barta fi kulliyada hindisada baan ku barta kulliyada ama qaybta engineering ee maartay lagu barto engineering saacmalo muhandisan insha Allah waa shaqeyn doona anigu engineer ah engineer baan ku shaqeyn doona at-talib as-sadis ardaygi lixaad baa idii ana adrusu tayraan an waxaan barta duulinta diyaaradaha ayaan barta fi kulliyada tayraan kulliyada ee cirka iyo duulitaanka ee mar diyaaradaha wadi taam kooda iyo shaqadooda lagu barto saacmal waan shaqeyn doonaa tayar aniga pilot ah oo diyaaradaha duuliya insha Allah hadii Allah ila talib awwal ardaygi kood bay idii ana adrusu tarbiyata hadaba waxaan bartaa tarbiyada iyo waxbarashada iyo educationka waxa la yiraahdo oo amcalinimada fi kulliyati tarbiya ayaan ka bartaa saacmal waan shaqeyn doonaa mudarrisan aniga oo macalina insha Allah hadii Allah ila alhawaru thalith عشرك وذا الشيكيسك السدحات انظر ايه واستمع دقيسو واعد كعلي زينب زينب وحيتلي ايا ارنيسا انا مدرسة انا معلمات بانا هاي ما مهنتك الشقال اضوا محي كبالك ورسين صحيح ليه ده هاي اذيك الشقال اضوا محيط هاي مريم وحيتلي انا مدرسة ايضا انا معلمات بانا هاي سيد اوكالي زينب هاتلي في اي مرحلة تدرسين مرحلة دا أما هيرك ليفلك دكتا مستوى هذا دكتا كوه هالكي مري واحد أدرسه في المرحلة الابتدائية وحن خرج دتك بلوغة مرت ابتدائية مرحلة يعني ابتدائي وأنت بدن وجلس ككوبات كلابات كستحات كأفراد إنك سوى قلبا ندعم صم يسوتو كاسو كله ابتدائي أيان دكا بري مريجا أيان دكا مري ما بحثنا تري وفي أي مرحلة مرحلة ده بعد تدرسين أنت أدونا مرحلة ذلك تواتي زي الوحدة أدرس في المرحلة المتوسطة أنا روحان لقى إعدادك أو مارتي دوكسك تاسوا دوكسك هوسي أهر تنوى دوكسك دحي أنا روحان لقى بيت زينب واحد تري هل لكي أطفال هل لكي أطفال أرور مياد ليه دهي
مريم واحد نعم ها لأطفال عرور بان لها زين واحد كم طفلا لك إم سأل موت أما إم سأل عرور بعض لها مريم واحد اللي خمسة أطفال شن عرور بان لها زين واحد هل تحبين عملك ما تعشها عملك شغل هذا المير تعشها مريم واحد نعم ها أحب عملي شغل إذا وان تعالها زين بايد واحد أنا أحب عملي أن الشغل إذا وان تعالها أيضا صيدو أوكلي المفردات هل كان وحوي أريدي كتشري حواراتك العرض صوبندقي انظر إيه واستمع لقي سواعد كعالي طفل والمير أطفال وحوي العرور يريدوي مستشفى ونخترك شركة وشركة كمبني أوكلي كلية طيران وكلية دولدة لقو برتي وديدة ديارتها كلية سيدلتي سيدليتي وطلقو برتي دووينك كلية تمريض ونيرسنتا لقو برتو نيرسنتا ماذا iyo kalkaaliya caafimaad kulliyatu hindisa waxa weeyta injineerka lagu barto yudarisu uu dhigayaa weey uu dhiga tayar waa bayloot weey mumaridun waxa weey kalkaaliya caafimaad ma aha dhaqtare waa kalkaaliye saydariyun waa farmasiist oo ah kuwa farmasiyada ka shaqeeya almarhalatul ibtidaiya waa dugsiga hoose almarhalatul mutawassita waa dugsiga dhexe atadribul awwal layliska koobaad silbayna shakhsayni waxad sil حريري بين الشخص والمكان المناسب قفك إيو واحد حريري ساعة ماشي وكوها بوني هاي مركا اكتو دادك هالك هاتشوغة واحد اسمي دولبا هالك وكوها بوني هاي مركا كلية الهندسة كلية دي هندسة كلية التربية وامدك الاسورة كانوا كلية الطيران ودولنتي كلية الطب وعافمات كيا كلية السيدلية السيدلة كلية السيدلة مركب مهندس وحوي كا مثلا عبرية أي نقول كراكاس كلية التربية أي إنه يروح يكتب كم معلم كي واحد الماما يي سوتشي ده أي نقول كرا حاجة نحوسه في تاجن وحسر حياة كلية الطيران دول لماتك هل كها تاجن ذلك يسوع كشري جارك أيون غن كرا قولي لا تاني عن قصوب حسن صور هذا كلية الطب وكها أسرية علم هي رئيجية كلية السيدة لا وهل كها كإنجنيير كا تاجن كسور شيء قامها دو ذكر شبيه كونها وحجة حق مديك وحجة كواصلة دونا بكلية صور هذا التدريب الثاني أكمل الفراغ فراغ ماشي بنام بوحي بالكلمة المناسبة من القائمة كلمة كوها بون حق الليس كان كلي كبوحي أدرس وحن نكتا الطيران وحن نكتا سوقع سدالك في كلية الطيران ما كان نكتا وحن برتا دوليماتك هي وضيطة ديارتها كلية لوك برتا وضيطة ديارتها هي بيلون ديماتا كبرتا أدرس وحن نكتا في كلية التمريض كلية النيرسين كلاقو برتو أيان بركا واحد كده كان تدرسه التمريض وهم برتا النيرس نماذا إن يكشقين تكالكالية عافمات في كلية التمريض كلية كالكالين تعافمات كلاقو برتو أدرسه وهم عن وحقو برتا التربية تا وادكيشن كده وحقو برتا أي حاجة معلن نماذا في كلية التربية كلية يعني لقو برتا معلن نماذا لقو صو صار مدرسين تبابرن أدوسو وهم برتا الهندسة إنجنير وهم إنجنير لماذا في كلية الهندسة كلية إنجنير كان كبرتا أدوسو وهم وحكرك تا وهم كتا الطب أبغى تقول لك جيم كا أيام أيام برتا عافمات كا في كلية الطب أيام كبرتا كلية عافمات أدوسو وهم برتا هذا طالع سأل سيدلية وهم قاطا السيدة لا ما قاطا السيدة وهم برتا دوينك يوحي لحريرة في كلية سيدلة أيان كبرتها سيدلة كلية لغو برتو دوينك يوحي راعة مفردات إضافية إما كوحوي الأريات ليرا أضوها لغو ضرية ماشي أو أن حوارات كيكسو تيرين انظر إياك واستمع لقيسو واعد كعلي الساعة الواحدة ساعة كودة الساعة الثانية ساعة اللبضة الساعة الثالثة ساعة السدحة الساعة الرابعة ساعة أفرطة
الساعة الخامسة ساعة الشمتة الساعة السادسة ساعة اللحظة الساعة السابعة ساعة التضوضة الساعة الثامنة ساعة السديدة الساعة التاسعة ساعة السقالكة الساعة العاشرة ساعة الطبنكة الساعة الحادية ساعة الحادية عشرة كوبية طبنكة بك يعني ساعة كودة تاي لبضة تاي سدحة تاي ساسا لوضيها يعني الساعة الثانية عشرة ساعة اللبية طبنكة بك ساعة مرسو مدو لبقى يعني وقت جاي مرسو تلمامي ساعة دينو يكوهر قرانتو هلكي كتاقل مدو لبقى التدريب الأول أرسم واحد صورتها عقارب الساعة عربض الساعة قر صور عقارب وحوي وامر الترستا هي ساعة قوة ترنية أي هذا عقارب واحد قرتها عربض الساعة بحسب الوقت المطلوب يدل له وقت للدونيو ساعة هلق قرن ما صورنا كوا هروا درتها مركي لو ساعة كودة كودي بيكون تاجن تاي لابدون لابد يكون تاجن تاي إلى هذا ما أذكر ساعة ديو هالكي أي شيء يصير كتاعه ما هالكسرة كقرن هالكنا ساعة ديو ترى دينا كقرن تاعي عربة دينا آن لحين أيها كصورن الساعة الثانية عشرة ساعة دو مركي تاعي لبيه طبعاً كهالك لو كقرن أنت عربة صورته لبيه طبعاً كنا كديكو كتشوش الساعة الخامسة ساعة دو مركي شنطة تاعي أنت عربة دي قرطاس دحلها saacada gaaban shanta ku joog shanta tadheer waxa ku joojinaysa 12ka ee marka ku taagnaanaysa saacada saaniya saacada labada marka ta gaaban 2da ku joojinaysa tadheerna 12ka yaad ku beegaysa mar aan arko qoris saacada raabica saacada marka 4ta tahay ta gaaban ee saacadaha tirinaysa waxaad ku qorisa 4ta ta kale dheer waxaad ku qorisa 12ka ku taagaysa الساعة الواحدة ساعة مركي كودة تهيب على قولي ساعة قابن كودة يدخل بيجي ساعة صور كده تدار الله بيتوقع يدخل بيجي ساعة مرة ربما مركي ساعة بحدود تداري دول بيتون كي يستأجتها تكرنا واحد يستأجتها كل بس ساعة أي لدوني دل مريو الساعة عشرة تطبنا تقابن نمبر كتبنا كات بيجي ساعة تدار الله بيتون كات كوب بيجي ساعة التدريب الثاني كنا وحوي ولا ليس كلامات انظر إيه إلى ساعة ساعة ظهرت إيه وقول واحد ترى هذا أفكار شكتا الوقت وقت كشك ترى مرة حن يعني مخسارة نحن هنا الساعة الواحدة بين رأينا ساعة كودي بين رأينا ترى دوما كنا نحن الساعة الثانية وساعة ولا بادي بيكون تاجنت ترى مرة كنا نحن الساعة التاسعة وكان نقرر ساعة سجال كبير يكون تاجنت هذا مرة كنا الساعة الثالثة ساعة وصدح دي بين رأينا هذا مرة كنا نحن الساعة السادسة ساعة اللحظة اللي كنت هاجنتي هذا ممكن نروح هنا الساعة الثامنة ساعة السديدة اللي كنت هاجنتها ساعة يقدر أقول واقع بكون مركز أكتو التراكيب النحوية يمكن هو تراكيب تي حق النحو ده التدريب الأول ككوبات تبادل السؤال والجواب واحد سوي درستان ويدين يور علين مع زميلك صاحبك كما في المثال صوت صارهم كقرن المثال دا واحد أردك كوبات بايري كم ساعة تعمل في اليوم إمي ساعات بس شقي سامان أنتي طاي تنين أردي اللي بعد بايدي أعمل 8 ساعات في اليوم وحن شقيا 6 ساعات مال أنتي أيان شقيا التدريب تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال صوت صالحهم وحن شقيا 6 ساعات مركز سؤالها صوكله سمايا أيو ليه marka tusaale ahaan 8 taa ku qoran taa waxa loo dhigay wuxuu qornay hadan su'aalaha sawirka iyo laga jawaabayaa kam saacadan taamulo fil yoom walaana imisa saacad ayaa saqaysa maalinti marka taa waxa hadanaysa a'malu 3 saacatin fil yoom 3 saacadood baan shaqeeyaa maalinti hadan waxa kam saacadan taamulo fil yoom imisa saqaysa dibadnu wuxuu ornayaa a'malu 4 saacatin fil yoom أفر ساعات من شقية هذا كم تعملوا كم ساعة تعملوا في اليوم بسؤال ويدينيها إمسا ساعات من شقية سأصورنا أعملوا 5 ساعات في اليوم ما أنت وحن شقية تنسور كذو حشيقية قلقوا له هذا كم ساعة تعملوا في اليوم
إن مثال شقي سامان تسعة عدود أعمله خمس ساعات في اليوم شنبان شقيا مركز يو ضد تنكره كم تعمله كم ساعة تعمله في اليوم أعمله سبع ساعات في اليوم كم تعمله كم ساعة تعمله في اليوم مثال شقي سا أعمله ثمانية ساعات في اليوم كم ساعة تعمله في اليوم أعمله تسعة ساعات في اليوم كم تعمله كم ساعة تعمله في اليوم أعمل عشر ساعات في اليوم أيضا كورنيسا التدريب الثاني تبادل السؤال يسوي درس السؤال يسوي الدين يقول الجواب ورعين مع زميلك أدي صاحبك كما في المثال سات صلاةك قرن المثال طا واحد يقول كم طفلا لك إم ساعة وحلا هذا هيو إم ساعة عروة بعد هذا طا يتنوح للي خمسة أطفال وحلا عشان عروة وكو هالكاس يقول كود كقرن هكذا واحد ويان كم طفلا لك المس وتن تدريبك كم طفلا لك إمسا عروة بعض هذا هاي لي ثلاثة أطفال صدع عروة عليه كم طفلا لك إمسا عروة بعض هذا هاي لي أربعة أطفال بمرك أورنيسا هكذا ستة أطفال بقوا قرن هذا مرك هذا سميني جوابتي يسؤالي كم طفلا لك إمسا عروة بعض هذا وصار لي ستة أطفال لي عروة عليه هكذا السؤال بودين حورنيا سبعة أطفال وقرأ قرن كم طفلا لك إمسا عروة هذا الشيء صورنا لي سبعة أطفال تدوع الربان لي هل كان ثمانية أطفال بقرن سؤالي شو بات خريجة وحلو قرن يا وحلو كم طفلا لك صورنا لي ثمانية أطفال وحن دري ستين عروة صورنا هل كان تسعة أطفال بقرن كم طفلا لك إمسا الربان لي هاي وصورنا لي تسعة أطفال وحن لي هاي سجال عروة التدريب الثالث تدريبك أما لا يلسك ستحاضو حوي تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي سد عديك صاحبك ويدين يور علين كما في المثال المثال صالح حوي كما في المثال سد صالح قرن المثال صالح حوي تا واحد وحوري ماذا تعمل ما هذا كسر قيسا تا تين وحوري أعمل طبيبا وان شقيا أنا يقول أوه دخترة ما نكون شقيا هذا ما هذا قرن ممرض ونيرس نينه كالكالي عاف مات وصورني ماذا تعمل ما هاد كشقيسة أعمل ممرضا وأنا شقياني قو أو كالكالي عاف ماذا سيد لي يوم هذا كقرن وقف في المسيق هاي الدوين كأقونته ده لا يقانا والله توه برا تذكر دوين كإيمان يا ضد أقون قارو متخصص بعده إخسائية أيا وحن مرت لوديبة ماذا تعمل ما هاد كشقيسة ولا أعمل سيد لي وأنا شقياني قو في المسيق أقونتي في المسيق كشقيا طيار بقى كقرن ما لا تعمل أعمله طيار وحنكش قيا طيارات بقى هاي أنكش قيا مدرس بقى كقرن ما لا تعمل أعمله مدرسا وحنش قياني قوم معلمة مهندس بقى كقرن ما لا تعمل ما أركلون إياه صار أعمله مهندسا وحنش قيا إنجنيرين أنا أنكش قيا إنجنيرك أنا إنجنير معلم بقى كقرن ما لا تعمل ما هتكش قيسا أعمله معلما وحنش قياني قوم معلمة هل كأحولي هاي أضاد كلمات طيار أو باطو واحد حاشدة إيك نمبر كان إيك ده بدنا حقي ده إضافي ديرات كي كسوق هذا كلمة كلو أقدر ستو التدريب الرابع وحوي محوها ليلس كأفراد تبادل السؤال والجواب مع زميلك يسوي درسات يا صاحب كا ويديني ورعلين كما في المثال سات صالح كقرن عمر قرر ولا قطس يا صاد ورنيسو المثال صالح تا واحد باوحوري أين تعمل هالكيت كسر قيسا طايتني بايد اعمل في الشركه وحن كشقيه شركته وطن المستشفى هلكن كو قورن سؤالي جواب كاري واحد ماذا تعمل اين تعمل هلكن كشقيسا اعمل في المستشفى الاختر كان كشقيه هلكن الجامعه با كو قورن وحن اين تعمل هلكن كشقيسا اعمل في الجامعه وحن كشقيه جامعه المكتبه هلكن قورن اين تعمل هلكن كشقيسا اكتب في اعمل في المكتبه مكتبه كشقيه كليه الطيران هلكن كو قورن اين تعمل هلكن كشقيسا في كليه صورني اعمل في كليه الطيران waxaan ka shaqeeyaa kulliyada lagu barto doolinta iyo doolimaadka diyaaradda kulliyada hindisa halka ku qoran maad ayna tacmal halkeed ka shaqeysa aamalu fi kulliyada hindisa kulliyada engineeringa ayaan ka shaqeeyaa kulliyada saydala halka ku qoran ayna tacmal halkeed ka shaqeysa aamalu fi kulliyada saydala waxaan ka shaqeeyaa kulliyada maxay lagu barto dawooyinka iyo maartay wixii la xiriira التدريب الخامس وهو تدريبك أمت ليلسك شناد تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي درس ويديني ورعلين
كما في المثال. المثال أول وحوي ومثال كهرة وحوي تا واحد أرضي كواد بايري هلك أطفال عرور ملاذ هاي طايتين أرضي لا دوح نعم لأطفال ها عروبان لهاي أولاد هلك أولاد أولاد ملاذ هاي وصل نعم لأولاد أنا أولاد بان له أخ هلك أخ أدور الملاذ هاي نعم لأخ ولا البان له أخت مالك قرب هلك أخت أخت ولا الملاذ هاي قبل أدور الاثنين نعم لأخت ها وانا قرن وانا هاي عمة تنباك قرن ادم الله هذا هاي مركز سؤال شهرنا هل لك عمة ميد ادم الله هذا هاي وصورنا نعم لي عمة ادم ايا الله هاي ابنة تنباك قرن وصورنا يا هل لك ابنة انا هذا شيء مشرتا وما الله هذا صورنا نعم ها لي ابنة انا بان لي ابن بان كان قرن وصورنا يا هل لك ابن ميد الله هذا هاي انا وصورنا لي نعم لي ابن ها انا بان لي التدريب السادس رتب العبارات اريد ان اسكو هجاج في كلية الطيران أدرس الطيران سأعمل الطيار أنت نسكوها به وحورني يا مركا ويس ودارسيني مكا وحورني أدرس في كلية الطيران وحن وحكبرتها كلية دولماتك ديارة ده هي برشدودة أيان أدرس وحن برتها الطيران دولماتك هم برتها في كلية الطيران ما كبرتها سأعمل الطيار وحن كشقين دونا أنا أو أبا شقين دونا بايلوت هذا هو قرن سأعمل الطبيب في كلية الطب أدرس الطب ساسا قرن وهذا نسا مركا أدرس الطب هل كودو مساسا صوبلا بسا وحن برتا عافماتك في كلية الطب بان كبرتا سأعمل الطبيب ما اندبه انكو شغين دون غاني قول اختره أدرس السيدلية سأعمل سيدليا في كلية السيدلة وهذا كان قرن مركا واحد أدرس السيدلية وحن برتا دووين كيو حيلا حريرة أو فرمسيس ما نهي في كلية السيدلة كلية لغو برتا دووين كيو حيلا حريرة سأعمل سيدليا وحن شقين دونا أنا أو أقانت الدوود وبرتي أو كشقين هي قوبها الدوود هذا هو قرن سأعمل مهندسا في كلية الهندسة أدرس الهندسة ساسا قرن وحل قبل هذا كوضم بيسا أدرس وحن برتا الهندسة إنجينيرين كان برتا في كلية الهندسة وحن كبرتا كلية دا إنجينيرين سأعمل مهندسا وحن كشقين دونا أنا قو مهندس أما إنجينير ملخص التراكيب سو كوبيد التراكيب تا أين تعمل هل كيد كشقيسة أين تدرس هل كيد وحكت لقتها أين تصلي هل كيد كتكتها أين تنام هل كيد صحتها أين تسكن هل كيد جنتهاي ماذا تعمل محاد كشقيسة ماذا تدرس محاد لقتها ماذا تقرأ محاد قريدا ماذا تأكل محاد عمتها ماذا تشرب محاد عبتها قيبت ستحضر حوالي أعمل طبيبا وحن شقينا يعني قو دكتور ممرضا أنيق أو أعمل ممرضا وحن شقيني أنيق أو كركالي عافما أعمل سيدليا أنيق فرمسيست أو منك برتي دوين كأمان شقين دونا أعمل طيار وحن شقين دونا أنيق أو بيلوتا أعمل مدرسا وحن شقين دونا أنيق أو معلمة أعمل وحن كشقين دونا في الشركة وقيمة أفراد شركة بانك شقين دونا أعمل في المستشفى وحن كشقين دونا دكتورك أعمل في الجامعة وحن كشقين دونا الجامعة أعمل وحن كشقين دونا في المكتبة مكتبة عن كشقين دونا أعمل واحد كشقين دونا في كلية في كليتي الطيران أيان كشقين دونا أيان كشقين دونا قيمت الشهادة حوي هل لك أو أطفال عروم يا الله هذاي أما هل لك أولاد ميال عروم يا هذاي هل لك أخ ولا المال يا هذاي هل لك أخت ولا لم يلد هاي هل لك ولا يعني جبرة هل لك عمة الدم يلد هذا جبرت حالنا هل لك أطفال عرهم يلد هاي مرة شيء هل لك أولاد عرهم يلد هاي هل لك أخ ولا لم يلد هاي هل لك أخت ولا لم يلد هاي إننا أدوارتين هل لك عمة الدم يلد غيرت لحدو حوي لي ثلاثة أطفال هل ك أطفال حق نو كوقرن وحن لا يصدق عروره لأربعة أطفال أفر عرومان لهاي لخمسة أطفال سن عرومان لهاي لسبعة أطفال لستة أطفال وحن لهاي لح عرورة لسبعة أطفال تضوع عرومان لهاي لثمانية أطفال وحن لهاي سديد عرورة غيب تتوضع حوالي لأطفال عرومان لهاي لأولاد أبطبان لهاي لأخ ولالبان لهاي لأخت وحن لهاي ولال قوارة
لي عمة إدان لها أعمل ثمانية ساعات وحن شقية ست ساعات في اليوم مالنتي أعمل وحن شقية ثلاث ساعات في اليوم ست ساعات بان شقية أعمل أربع ساعات في اليوم مالنتي أفر ساعات بان شقية أعمل خمس ساعات في اليوم شن ساعات بان شقية مالنتي أعمل ست ساعات في اليوم وحن شقية لح ساعات مالنتي على صوات وفهم المسموع يمكن واحد ويس عضتك إيه اللي فهمه وحي لما قال أول الأصوات ضاد بار كتيرية وحرف غازوين كتيرة مركها التدريب الأول وحوي ليلة الكوباد استمع لجلسة واعد كعلي رمضان وبشر رمضان يتوضأ ويسي سنة ضيوف ومرتي ممرضة واكل كالسع عافمات ممرضة واكل كالية عافمات أيضا أما نارس نارس ويهي أيضا حتى أنا أكل ويهي رياضاس التدريب الثاني استمع واعد لجلسة كعلي دالينا وقار وحطوسية دالينا وقار رمسن درة ومرك مثلا ونافك ضرره ضر ودبي دل وتسي ضل ولمي دار وغري دار ودبي دلال ومدح دلاله وارتين كو واحد دلال بلغ هذا ضلال ولميتان ندب ويري نضب وقلال مركي بيو قلالان او كره ندر ويري هي نظر ووري مركي دلال كي مارتي دوغ يو مارتي وجهه مركو غرح بديها يحل متكام مدى وهر شيء قنتو قارسني هاي مضى نوتي وي ندت وعررتي نضت نه وحوي وي ندت وامركو شيء وفقدن نضت ومثلا نضت وامركو قراع اوكري بدعة ووحل بلاوي وانشري بدعة ودور بعد وحاجة يعني دبديد بعض واقيب مريض وامد كني أذك مريض وامد بكا رفض يعني وحويان وطاقيري ورفض ووحي معاونة وقفه سوكر ديو سيدة بيها أوكرن ولا لهاللاقها بيها مريكو صوصوا يعني دو حوين رفض نودي دوي قرود وطاير هذا قرود ووحيابها الله أماهده فرد وقف فرد وواجب ريضا سوكري التدريب استمع واعد كعلي غير المغضوب عليهم كوا آن لو عرون ولا الضالين كوا اللمين آن هين وكوا لو عرضي يهودا لغو معنية الضالين تنا كريستان كالغو معنية وما كنت متخذ المضلين عدودا أنو كدقن ما يبقى إلهي لكوا اللمين تاقير وقمبهن ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ما انت قيامها واد كلا واد كلا واسديد دونتان بدون بيك قالوا بدونان في سدر مخضوض وضلح مندود فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله مركز صلاة الله رميه رولك كفيدة أو قد قافة وكفافة يا رسق لسنة دونتا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كصور دقاقة هدي آتهين تدكي هل حرم كا مركز لتشوغو عرفات هكذا تدكسور دقاقة تلك الرسول هو سوى رسول إلهي فضلنا بعضهم على بعض قارب قارب نكرس الرئيسين وقيل وحا ليا ارض بلعي ما اكي مركي دينتي نبي نوح لصارنا دوليه بيها غلق ويا سماء اقلعي سمدنا وحا لوري بيها جوج سي وضاد كان يدوفان كان اقلله وقيل الماء بيه با ليري وقضي الامر انتين ولا دمي ولا قبقبي فقد ما انت قاض واحد حكمته واحد حكمه يسو انما تقضي هذه الحياه الدنيا الدنيا دون أنباط حكومة إساء كواسنا وآيات القرآن الله سوى قاضي ثانيا فهم المسموع إما كان وحوية إن لو فهموا وحي الله مقلي وقفوا دقي سيسا عجلة ديوكرة التدريب الواحد أما التدريب الأول ككوبات استمع دقي سوء إلى الحوار وضع الشيكيسك ثم ضع الرقم علامة سار نمبر سار في المربع المناسب يعني أفرقيس لها أما لبتشبارنها كوهبون كلية السيدة له يالكا كقرن كلية الهندسة قرن التدريب الثاني تدريبك كلية التربية هنا قرأت قرن تاي التدريب الثاني مركز دقيسة وحي صحة صار رقم كا التدريب الثاني لا يلسك الله بعض استمع دقيسة إلى السؤال سؤال شهور تدقيسه ثم ضع الرقم
دبيد واحد تارتا رقمك وار ترادا كقر في المربع المناسب مربع ماشي كهبون التدريب الثالث خصد حادو حوي وشيء يا سجنا استمع دقيسين الحواري وذا شيء كيسي دقيسو ثم ضع واحد يقطع علامة الصح علامة الصح ضع في المربع المناسب كوا صورا مركز دقيسته علامة الصح ضع صار التدريب الرابع وحوي ليس كأفراد استمع إلى الجمل جملة لها دقيسو ماشي كقر ثم أجب كجواب باختيار الكلمة المناسبة هذه قوة دورنا هي كلمة ما يشكوها بون دبنا مركها كجواب مركها دقيسي جملة ده الطيران وظلماتك العلوم وحوية ساينسك مهندس وإنجينير مدرسة ومعلمة خمس ساعات شن ساعات الهندسة وإنجينيرينك السيدرية وأقوم في علمك دوينك طيار وبيلوتك طبيبة ودكتورة ست ساعات وحوية له ساعات الطب وحوية وعافماتك التربية وبرشاة كوصابسا انت بدن بريتانك مع النمى ضيوت وبريديسة طبيب ودكتورك سيدلية وبرشاة دوينك ايو اما فرمسيقة ساعة سبع ساعات والله أعلم بالثواب بالله توفيقه.